سؤال: هل يجوز للآباء الكهنة سواء كانوا من الرهبان أو العلمانيين بعد تجريدهم من الكهنوت وإرجاعهم إلى الاسم قبل الكهنوت، هل يجوز أن يتم إرجاعهم من قبل البابا أو الأسقف بعد العفو عنهم، أو يجوز ترشيحهم للكهنوت مرة أخرى؟ الكهنوت من الأسرار التي لا تعاد، يعني يرجع ليه الإنسان بدون ما يعاد، يعني كل حاجة كل خطية ممكن انها تغفر بالتوبة اذا كانت التوبة حقيقية، واذا كان فيها معالجة الاخطاء اللي الانسان واقع فيها. وطبعا كل حالة من الحالات دي ينظر إليها كحالة فردية وليس كقاعدة عامة. في كاهن يجرد من الكهنوت ولكنه لا يجرد من الشر الذي فيه، يجرد من الكهنوت والشر هو، فده هيعفى عنه ازاي وتغفر له خطاياه ازاي؟ ده ما كانش يستاهل الكهنوت من الأصل. وفي انسان بينسحق فعلا ويتوب، والامر دي مسألة نسبية بالنسبة لكل شخص، لكن انا بشوف كثير من الكهنة الذين جردوا بيسعوا وراء خطايا جديدة الله يعلم، زي اللي يحبوا ينضموا إلى هيئات أخرى لكي يمارسوا فيها الكهنوت وهم